بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس، كنز من أعظم كنوز السنة على الإطلاق، ذكر عظيم جدا جامع لا يقدر بحسنات. رواه الإمام الدايلمي في كتابه مسند الفردوس، وكتاب والإمام السيوطي في جامع الجوامع، والإمام المتقي الهندي في كتابه كنز العمال من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ما لك لا تأتينا كل غداة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: ما لك لا تأتينا كل غداة؟ قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إني أسبح كل غداة 7000 تسبيحة قبل أن آتيك. قال: أفلا أعلمك 7 كلمات هن أخف عليك وأثقل في الميزان، ولا تحصيه الملائكة، ولا تحصيه الملائكة ولا أهل الأرض؟ قال: بلى. يعني سيدنا معاذ بن جبل كان يسبح 7000 تسبيحة قبل أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام يشتاق إلى معاذ، كان معاذ يتأخر عليه حتى ينتهي من ورده، فقال له: ألا أعلمك كلمات هن أخف عليك وأثقل في الميزان يوم القيامة، ولا تحصيه الملائكة ولا أهل الأرض؟ يعني الذكر ده أفضل من 7000 تسبيحة في الحسنات في الميزان يوم القيامة. ولا تحصيه أهل الأرض ولا تحصيه الملائكة ولا يحصيه أهل الأرض. طب عدد الملائكة قد إيه؟ خلي بالكم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، ما بيقولش الحفظة، بيقول الملائكة. طب الملائكة عددهم قد إيه؟ ده إحنا لو قلنا مليارات مليارات الملائكة بشوية، وأهل الأرض. يعني معناها إن الملائكة لو اجتمعت إنها تحصي عدد حسنات أو ثوابات الذكر لا تستطيع، والملائكة لا تستطيع، وأهل الأرض لا يستطيعون الذكر ده. إيه ده؟ شوف الصواب العظيم. قال: لا إله إلا الله عدد رضاه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله عدد ملائكته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله ملء سمائه، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله ملء ما بينهما. الصواب العظيم. لا إله إلا الله عدد رضاه، لا إله إلا الله عدد زينة عرشه، لا إله إلا الله عدد ملائكته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله ملء سمائه، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله ملء ما بينهما. فصواب عظيم جدا. يعني يكفي بس إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة حرفيا إن دول أفضل من 7000 تسبيحة اللي أنت بتتسبحهم. فاكرين الذكر اللي كنت قلته لحضراتكم قبل كده بتاع افضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ او ده حاجه زيه، فيا ريت تقولوه معاه مره بعد كل صلاه، مرتين بعد كل صلاه، اللي على قد ما تقدر تقوله، يكون لك وردا ثابتا، يكون لك ورد ثابت منه يوميا بعد كل صلاه صباحا ومساء. فطبعا ثواب عظيم جدا. فانا هكتب لكم الوصف، الكلام ده في الوصف في التعليق ان شاء الله. ان شاء الله هذا الكلام مشروع. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.